في الملل ده، اعمل ايه اعمل ايه؟ اشوف الانستجرام، ناخد صور برضو ملل. الله فازة، اقرا كتاب. برضو زهقت، اعمل ايه؟ خلاص افتح الفيسبوك واليوتيوب واشوف الكومنتات واعمل ابديت. ايه ده؟ ايه الفيديو ده؟ الله، طب والله فكرة. هنجيب بطيخة ونقسمها نصين، وناخد نص وناخد منه كمان نص. ونقطع البطيخة مكعبات ونحطها في طبق على جنب. نجيب ليمونة ونقطعها نصين وناخد العصير بتاعها، ونحط سكر 3 معالق او حسب ما احنا عايزين، ونقلبه كويس علشان يدوب. نستخدم الصودا من شويبس، نحط البطيخ ونضربه بالخلاط لحد ما يبقى عصير. ونصفي البطيخ كويس علشان ناخد المية ونرمي البذر والتفل. بعد ما نصفيه هنحط عليه الليمون والسكر، ونقلبه كويس. ونجيب الكوباية ونحط فيها تلج، وبعدين نصب عليها البطيخ، ونجيب ظهر المعلقة ونصب الصودا بالراحة على البطيخ. وبس كده نبقى عملنا عصير بطيخ بالصودا والليمون، فريش وحلو جدا عشان الصيف. والله فكرة حلوة، ايه رأيكم تجربوها وتكتبولي تحت في الكومنتات رأيكم فيها ورأيكم في الفيديو؟ متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وهستناكم ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.